قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وها نحن وصلت السفينة إلى مرساها، وصلنا إلى الحلقة الأخيرة وإلى الجزء 30 ختام القرآن. ولي أن أسأل، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ لي أن أسأل ليخبرني أحدكم بما خرج من هذه الحلقات 30. اذكر لي فائدة واحدة خرجت بها. تعالوا لنختم، اللهم اجعل ختامه مسك. قال تعالى في أول الجزء في سورة عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أيها الإخوة، إنني أريد في نهاية هذه الحلقات أن أوجه إخوتي المسلمين جميعا، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، عربا وعجما، إلى كل المسلمين: أنتم على دين عظيم، لك أن تعتز وأن تفتخر. إنني أرى كثيرا من المسلمين في هذه الأيام يتوارى ويستحي من كونه مسلما. إن لك أن تعتز وأن ترفع رأسك إلى السماء، إنك على دين عظيم أحاطت العظمة من جميع جوانبه، عقيدة عظيمة. دائما أذكر أولادي إن من عظمة هذا الدين أن الله عز وجل عرفنا بنفسه، بخلاف العقائد الأخرى تجد فيه أوهام في معرفة المعبود. أما في الإسلام فنحن نعرف الله جيدا سبحانه وتعالى، عرفنا بنفسه وعرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. في دين الإسلام شريعة عظيمة من جميع جوانبها. إننا لا نستحي ولا نخجل ولا ندافع عن قضايا يتهموننا بها، مثل التعدد والطلاق والمرأة على نصف الرجل. بالعكس، هذا نفتخر به. والأيام والأحوال والأزمنة والأوضاع تثبت أن هذا هو الحق وأن هذا هو الصواب، ولكنها مكابرة الجهال. أنت على دين عظيم، لقنها أولادك وعلمها نفسك ومن حولك. أنت على دين عظيم، عظيم إلى أقصى حد. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، الإسلام نبأه عظيم. لما كانوا في غزوة الحديبية وجاء الشخص الذي كان يسعى في الصلح بين المسلمين، ومعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقالوا: جاء فلان، اسم الكافر، جاء فلان وعثمان
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى، جاء عثمان وفلان. انظر إلى غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يذكر اسم قبل عثمان. عثمان مسلم، لا يذكر اسم الكافر قبله، عثمان يذكر الأول. أين هذه؟ سبحان الله العظيم، يا لها من أيام كانت. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، وأينما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. العزة في هذا الإسلام وفي من ولمن يعتز به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم يأتينا في آخر السورة: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. حقيقي ما وفتش أنا قضية السماع حقها في الحلقات دي. مهمة جدا قضية ودنك، قضية تسمع، بتسمع ايه وبتسمع ازاي وبتسمع قد ايه. السماع، السماع بحق. شوف جزاءهم اللي ما بيسمعوش الباطل انه في الجنة يستمتع بالسماع. مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. لحسابات قديمة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، اللي كانوا صايمين طول الوقت كلوا واشربوا، اللي ما كانواش بيسمعوا باطل، لأن في بعض الناس سماع للباطل. قال الله عز وجل: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد موضعه. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. في ناس كده سماعين للكذب. أما أهل السماع الحق فيأتون يوم القيامة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اسمع: جزاء من ربك عطاء حسابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون، الصمت التام، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تعالوا لننتقل سويا إلى سورة عبسة. يقول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لقد كان عتاب الله جل جلاله لنبيه محمد وكثيرون من الناس الذين يلفون ويدورون حول قوله هي سبحانه وتعالى عبس وتولى في قضية تعبيس رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه هذا الأعمى، إنها قضية عتاب الله عز وجل للنبي في قوله: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إنها قضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالأغنياء وترك هذا الفقير طمعا في أن هؤلاء الأغنياء والأكابر أن يسلموا، فإذا أسلموا فإنهم سيسلم من ورائهم خير كثير. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم طمعه في أن يؤمنوا، فالله عز وجل عاتبه وقال: أنت ليس بيدك هداية الناس ولا بيدك هداية أحد، وليست القضية قضية الحرص على أحد دون أحد، أنت نبي للكل، من جاءك يطلب الهداية فإنك تعلمه وهدايته على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا جل جلاله:
وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وهذا يقودنا إلى قضية التزكية، فاتتنا في سورة النازعات حين قال موسى عليه السلام لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ هل لك إلى أن تزكى؟ أن تتزكى التزكية. التزكية أيها الإخوة هي التطهير والنماء. التزكية الإنسان ودينه النجدين، قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالقضية هي أن نطهر القلب، أن نطهر النفس من فجورها، وأن ننمي فيها تقواها، أن تعيش هذه التقوى فتكون تقية. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. في سورة النازعات أيضا: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم ينظر كل إنسان ماذا يفعل، ماذا فعل، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. انت يوم القيامة تيجي تلاقي أعمالك متصورة فيديو، صوت وصورة، هتشوفها بعينيك أعمالك، ستأتي أعمالك مجسمة، مجسمة، سترى كل شيء وستنظر كل شيء وستحاسب على كل شيء. يوم القيامة يوم عجيب. المشغول اليوم بأولاده، مشغول اليوم بزوجته، مشغول اليوم بأهله، يوم القيامة في سورة عبسة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في يوم القيامة لن يعطيك أحد حسنة واحدة، الكل سيفر منك. أما في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ثم يأتي معنا قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. ليس الإكرام أن يعطيك مالا تتنعم به في هذه الدنيا، وليست الإهانة أن يقدر عليك رزقك فيكون مالك قليلا. إنما الإكرام أن تكون تقيا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الإكرام أن تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تعالوا نختم بسورة البلد في قول الله عز وجل: فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. لكل منا بين يديه، بينه وبين الله، بينه وبين الجنة عقبة. كل إنسان في عقبة بين قدامه. العقبات بتختلف من الناس اللي عقبته نفسيته، نفسه عقبة، وفي ناس عقبته زوجته، عقبته ولاده، عقبته أو شغله ومهنته ومهمته، عقبته ضعف جسمه أو مرض. كل واحد فيه عقبة بينه وبين ربنا. هذه العقبات مش كل حاجة تنفع بالمعالجة والمفاتيح والمحاولات. أحيانا بعض العقبات تحتاج أنك أنت تدخل فيها بكتفك، اقتحم. تحتاج هذه العقبات أن تقتحم. بل اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة.
أولى الرقاب أن تفك رقبتك أنت، أن تفك رقبتك من النار، أن تعتق رقبتك من النار، أن تسعى في فكاك رقبتك من النار، أن تنجي رقبتك من النار. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا. قضية في ثم، علماءنا يقولوا ثم تفيد الترتيب مع التراخي، إن بعد فك رقبة وبعد ثم كان وبعدها يبقى من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. تمضي بنا آيات سورة، آيات الجزء 30، ومن عجيبها في سورة عبسة: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. هذا الإنسان العجيب، شفنا على مدار آيات القرآن أدي فيها من عتاب الله وتوجيه الله عز وجل لهذا الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وأنا بختم في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج، عايز أقول لك إيه اللي غرك بربنا. الآية دي موجهة إليك، بتكلمك: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إيه اللي غرك بربنا؟ ربنا الكريم اللي كرمك وأعطاك وأحسن إليك ووسع عليك ودفع عنك وسترك وعافاك، بعد كل ده إيه اللي غرك بربنا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأمليك الإجابة، لأن ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول أن من رحمة الكريم أنه لما عاتبك علمك الإجابة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قول كرمه. ما غرك بربك الكريم، هو ملاك، قال لك الكريم، قول كرمه. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. إخوتي، في نهاية هذه الحلقات نصيحة لإخوتي: اهتموا بالقرآن، اجعلوا القرآن نصب عيونكم، لا تجعلوه يفارق عيونكم ولا بيوتكم. مصحفك القرآن، هذا المصحف تجعله دائما أمام عينيك، لا يفارق عينيك، اقرأ وتأمل وتدبر وفكر وافهم وحرك قلبك. كما قلت لك، أنزل هذه الآيات على قلبك دواء، لا تتوانى، لا تتردد، لا تترجع، لا تنشغل. لازم كل يوم يبقى ليك ورد من القرآن، تقرأ قديه، جزء جزئين، نصف جزء، صفحة صفحتين، بس لازم تقرأ ولازم تفهم ولازم تنظر في الآيات التي تخاطبك. إيه الآية اللي بتتكلم عنك؟ قد أشرنا في هذه الآيات، في هذه الحلقات، إشارات بسيطة تحتاج إلى استفاضات طويلة أنت تقوم بها وحدك. إخوتي، أنا أحبكم في الله. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا تلاوة القرآن، وارزقنا حب القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا حلاوة القرآن، وارزقنا لذة القرآن، وارزقنا تدبر القرآن.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا.